على بركة الله. حلقة اليوم بخصوص حكمة ومثل: أكلت يوم أكل الثور الأسود. يلا بينا يلا بينا. أكلت يوم أكل الثور الأسود، مقولة وحكمة معروفة ومتداولة منذ القدم بين العرب. هذه القصة يحكيها كتاب كليلة ودمنة، أحد أهم الكتب العربية في القصص والحكم والمأثورات الشعبية والتاريخية. ما هي قصة هذا المثل؟ هذا ما سوف نرى في حلقة اليوم. يحكى يا سادة يا كرام، في القديم الغابر من الأزمان كانت توجد هناك غابة غناء مليئة بالأزهار والأشجار والماء والفيل. كان يقتسم حكم هذه الغابة الفيل من الجهة الأخرى من النهر، والأسد من الجهة الأخرى من النهر. فمرت الأزمان ومات الفيل، وكان الفيل أربعة من التيران القوية، ولكن هذه التيران كان يوجد لديها كل شيء بعد أن مات الفيل. يوجد لديها الأكل والمرعى، ويوجد لديها الأماكن التي يمكن أن تستظل بها، وأيضا كانت قوية من حيث أنها تستطيع أن تصد أي عدوان سواء كانت للفهود أو للأسود أو غيرها. ولكن ما كانت تفتقر له هذه التيران هو الرأي السديد والثقة في النفس. فبعد موت الفيل قررت هذه التيران أن تبحث لها عن سيد يسوسها ويدود عنها بالرأي السديد. فذهبت وقطعت النهر الذي كان لا يستطيع سوى التيران القوية اللي هي مرورة، ذهبت إلى الضفة الأخرى وذهبت إلى الأسد، فأخبرت الأسد أننا نريدك أن تأتي لتحكم غابتنا من الجهة الأخرى، ونحن طوع بنانك فيما تريد. ثم أخذت التيران الأسد على ظهورها وعبرت به الغابة إلى الجهة المقابلة والضفة الأخرى، ونصبته ملكا ونصبته رئيسا على هذه الغابة. والأسد بعد فترة ما من الزمن وهو يدرس هذه التيران لأنها كانت قوية وأقوى من الأسد مجتمعة، فاختار أغبى هذه التيران ووضعه وزيرا له. وكانت هذه التيران تتميز بأربعة ألوان اللي هي الأسود والأبيض والأصفر والرمادي. ففي يوم من الأيام مال الأسد على وزيره الغبي الثور الرمادي وقال له: يا وزيري، ألا ترى أن الثور الأسود لونه فاقع وبالإمكان أن يجلب إلينا الصيادين، وإذا ما أتوا إلى هنا سوف يصيبنا الهلاك؟ فقال له: أطرده يا مليكي. فقال: أخاف أن يقال أنني طردت أحدا من رعاياي، أنا أرى أن أأكله وأتخلص منه. فنصبوا له الكمين والعدة وانقض عليه الأسد وأكله. لفترة من الزمن وذهبت التخمة التي أصيب بها الأسد بعد قتله وأكله للثور الأسود، مال من جديد على وزيره الثور الرمادي وأخبره: يا وزيري، إني والله لا أرى أن الثور الأبيض سوف يجلب لنا الهلاك، فأنا عندما كنت أسدا ولم أنصب ملكا كنت دائما وأبدا أبحث عن التيران البيضاء، وكانت التيران البيضاء هي من تعطي لي الفرصة لكي أكلها. فقال له: كيف يا ملكي؟ قال: إنها براقة في الليل وسهل اصطيادها وتحديد مكانها. فقال له فورد الوزير: والله إن رأيك لسديد أيها الملك العظيم، فأنا أنصحك أن تأكلها وتفعل به ما فعلته بالثور الأسود. فأكله من جديد. ذهبت الأيام وذهبت التخمة من جديد، ومال الأسد من جديد على ثوره الغبي الرمادي. إن غابتي قد كثرت فيها الرعية بسبب هذا الثور المزواج الأخير الذي بقى، فأنا أرى أن أأكله وأمنحك جميع نسائه لتزوجهن أنت. فمن هنا فرح الثور الرمادي وقال له: عليك به يا سيدي أيها الأسد العظيم الهزبر. فانقض هذا الأسد من جديد على ذلك الثور. فذهبت الأيام وكبر أشبال الأسد، ومر من أمامهم الثور الرمادي وهو في حالة من النشوة والزهو، منتشيا بأنه الثور الوحيد المتبقي في الغابة، منتشيا بأنه الوحيد الذي يزاوج هذه التيران المتبقية. فأخبره الأسد: كيف هي أحوالك؟ قال: أحوالي هي على أفضل حال، فأنا أرعى وآكل وأزاوج التيران وقد زاد عدد رعيتك. فانقض الأسد عليه فأخبره: ما بك يا سيدي؟ قال: والله سآكلك، فإني لم أعد بحاجة إلى زيادة عدد رعيتي في مملكتي. فقال له: والله
هنا استفاق الثور الرمادي فقال: والله إنك لأردت ذلك منذ البداية، وإنني والله لأكلت يوم أكل الثور الأسود. فقال له الأسد قبل أن يلتهمه: ولماذا لم تذكر الثور الأبيض والثور الأحمر المتبقيان وهما من جعلك وحدك؟ فقال له: أني منذ البداية قد تنازلت وقد سلمتك أمورنا وزمام أمورنا، وقد بعت إخواني الثيران من أجلك، ومن هنا أستحق أن ينالني هذا المصير. فالتهمه الأسد. فخلاصة الموضوع والعبرة من هذه القصة، العبرة هي أن في جميع الممالك عبر التاريخ وجميع حياة العظماء وقصتهم، إذا ركزت فيها دائما وأبدا ستجد المثال لهذا الثور الغبي الرمادي. فهي لا تسقط الممالك والعظماء إلا بالخيانة من الداخل. ودائما وأبدا ابحث في محيطك عن من تنطبق عليه صفات الثور الرمادي فاحذره. في حلقة أخرى، سلام.